انا احمد نجيب بعمل فيديوهات على يوتيوب بتكلم عن الفود اند نيوتريشن بس بشكل شويه ساينتفك. القناه هيبقى ليها كذا كاتيجوري. اول حاجه بنتعرف على الفيتامينات والعناصر المعدنيه اللي جسمنا بيحتاجها، بنعرف برضو ازاي اجهزه جسمنا بتتعامل مع الماتيريال دي. تاني حاجه هجيب كيميكال ماتيريال ولاب تولز ونبدأ نشتغل تجارب حقيقية. هنجيب برودكت معين وهنعمل لها تقدير للعناصر الموجودة جوه المنتج ده. المتعة نفسها هتكون في تحضير الكيميكال ماتيريال وتغيير الألوان وتخفيف المركزات مع التصوير وتغيير الزوايا، فالموضوع هيكون ممتع بصريا جدا. تالت حاجة هنجيب فئران تجارب ونحدد عنصر أو فيتامين معين ونبدأ نحقنه بكمية زيادة عن احتياجات جسمه. نشوف لما ناخد كمية زيادة من الحاجة دي ايه ممكن يحصل في جسمنا. تخيل معايا لما الكيمياء بعظمتها تبقى جوه دماغ واحد اصلا في الميكر، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ انا دايما بقول you are what you eat. You are what you eat. You are what you eat.